رجعنا لكم لحداش ودرجين دونك وزينا كمني في ليلة رمضان حتى نصف النهار نحكي على مسلسل نصف النهار حتى نصف الليل نصف كم حتى الليل دونك نحكي على مسلسل نروح نرجع نحكي على مسلسل كسوس نحكي على مسلسل النوبة ومعنا مخرج العمل عبد الحميد بوشني. قهلا بيك رمضانك مبروك. رمضان مبروك صحة شريبتكم الكل. صحة شريبتك عبد الحميد مبروك على العمل. عايش كي بالفيك دونك ثاني عمل بعد دشرة في دشرة اللي كسر الدنيا ما كانتش سهلة المهمة عبد الحميد خاطر دشرة يظهر لي صعب عليك المهمة بطبيعة هي بعد نجاح متاع الفيلم ناس تستناك يعني تشوف شنو الميزان عندك باش تعطي دونك لازم بتكون أصعب مع روحك من قبل جوستومون دونك احكي لي على العمل شوية الفكرة كيف جاتك فكرة العمل وغيره. والله فكرة العمل اللي عندها برشا في مخي يعني أنا حضرت صغير في النوبة في كواليس الحفلة نتاع النوبة نتاع احتفال الجبالي وبعد قعدت في مخي التصور نتاع النساء اللي تشتحوا رجال والبنادر وكل هذيك الاتموسفير هذيك خلقت شخصيات اللي ما عندهم حتى علاقة راهو بالحفلة ولكن تحت غطاء هالفن الشعبي هذا اللي فيه الألوان والشخصيات اللي ريتهم نهار الحفلة يعني. ومن هذاك بديت الفكرة تتكون وحتى يظهر لي أنت تخيلت شخصيات من عندك زيادة مش كلهم موجودين كانوا في عرض النوبة قبل العام 91 ولا لا 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 هو مش خاطر هو مش فيلم يحكي توثيقي على الحفلة ولا عنده علاقة بالحفلة حفلة سيان ديتاي في المسلسل يعني تمام يظهر لي تفهمت بالغالط الحكاية عبد الحميد بوشنيق على خاطر سمير العقربي مثلا صرح قال اللي العمل النوبة هو عمل متاعي أنا وعبد الحميد بوشنيق سرقني. والله أنا ما نعرفش في الأمور القانونية والدواء نعرف ليه سمير العقربي مشارك لكن كي تدخل مثلا تحل عرض النوبة اللي موجود في الانترنت تلقى فاضل الجزيري يقدم مثلا يعني هذاك اللي نعرفه اللي هو مولى العمل هو فاضل الجزيري دونك أنا كلمت راهو سي فاضل أول حاجة عملتها واستأذنت منه وقلت له راهو هكا هو الموضوع وهو شجعني وقال لي فازي تخي بون إيدي وكهو يعني انا عملت قمت بالواجب ما كنتش نعرف اللي لازمني نكلم سي سمير زاده خاطر انا ما كانش عندي علم اللي هو مول الحفله يعني كيف ما حاجه زي يشوفها سي سمير مع سي فاضل ترى انا مع انا اللي شفته في الانترنت واللي سالت هي عباد قالوا لي كلمت المعني بالامر ما كانش عندي بيرميسيون مع سي فاضل الجزيري يعني هذا اشكال انا ما في باليش بيه لكن ويقول لي هو ما في بالوش على شنو يحكي المسلسل جوستومون انت ياكوني باش توضح للمستمعين وحتى للي ابداوا استياهم مسلسل على شنو يحكي؟ ماهوش يظهر لي ماهوش يحكي على حفله النوبه. لا 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 هو قلت لك هما يظهر لي يحكيوا له من غير ما يتفرجوا في مسلسل فيه في شخصيات ماهيش موجوده في الدنيا راه يعني شخصيات من وحي الخيال نتاعي انا يعني اسامي وشخصيات وفما مواضيع اخرى وفما مشاكل اخرى الغطاء الفوقاني هو المزود الفن الشعبي خاطر في برشا وجيعة ويعجبني وفما ديزوماج الفنانين المعروفين لكن أنا حاجة تخيلتها صارت قبل الحفلة فهمت فهمتك دونك خممت احنا بلوتو خممت باش تشارك فنانين شاركوا في حفلة النوبة في المسلسل عبد الحميد اي ما نجمتش نكلم الناس كل على خاطر السيناريو ما يقتضيش وما عنديش بلايص الناس كل دونك خديت لوتشي بوشناق وخديت هادي حبوبة اللي هما افتتحوا الحفلة يعني لكن كان اختيار شخصي يعني ما عنده حتى علاقة كنت اتمنى يكون معايا صالح مصباح وليليا الدهماني وصالح الفرزيت لكن ان شاء الله كان فما كونتينيتي بالطبيعة باش يكونوا موجودين على خاطر حتى ميزابار الحفلة نتاع النوبة هذوما فنانين انا نحبهم وسمير لوسيف كان موجود في المسلسل اللي هو شفناه سمير لوسيف اي يعني هذا ياكد انا راني مش نعمل في فيلم توثيقي عن النوبه يعني كان فما النوبه جزء ثاني باش يكونوا الفنانين اللي ذكرتهم موجودين في النوبه عبد الحميد اي كان يقبلوا بطبيعه نقترحوا اللي يقبل يحب يجي مرحبا وسبحان الله انا نعرف شكون صرح وقال انا ما نقبلش مثلا عم صالح الفرزيت قال انا ما نقبلش باش يكون موجود في النوبه ثاني اي خاطر ما عندوش علم بالمسلسل وخاطر حاسه اللي هي تنقيص من قيمته ولا انا خيرت ما نجيبوش هو وجبت هذه حبوبه اللي ما كانش عندي حتى غرض في الحكايه ويعني خساره خاطر كان من الاهداف نتاعي زاد اللي مش اخدم مع سي صالح ومش اخدم مع فنانين اخرين لكن نجمش نفرض عليه حاجه يعني بسيف انا غالب عنده اشكاليات اخرى اللي تفوق ومش مشكله معي انا ولا مع المسلسل يعني هذوما حاجات ما نجمش ندخل فيهم بالحق يعني ما نجمش نقول لك شيء
للاسف ما عنديش اجابه يعني فهمت. انا راهو المسلسل يحكي على حكايه اخرى اللي ما عنديش علاقه بالحق بشخصيه النوبه هذا اللي الناس لازم تفهموا فهمت. يحكي على المزود كيفاش انا راه على الفن الشعبي المزود الجو الوقت هذاك وعلى الوجاعه يعني بطبيعه هذا هو روح المسلسل فهمت. مش نعمل في كيفاش حضروا حفله النوبه والكواليس ومش هذاك يعني فهمت. سليم سنهاجي تولي عندك مدخول في الفن. اولا مرحبا عبد الحميد وبارك الله عليك. اما انا بتعرف من قبيله متالم على خاطر دوني دونز ان دوفون ان فو بروبليم ريالمون ان فريمون فو بروبليم معناتها قمه القذاره بالنسبه لي انا سامحوني في هالكلمه. يبداو ناس اعمال تخدم في نحكيو على يعني على اعماق الاشياء نحكيو على عناوين. انا متاكد ان العنوان هو اللي عمل مشكل اكثر من المحتوى. معناتها اسمع العنوان اول واحد قال لي نحيه اي نتصور جديد صحيح على خاطر اسمه هكاك وانت تعرف كي تبدا عندك اسم وانت تعرف شي اي بالعكس مسرحية كتبها على اسم معين صعيب بالعكس اي اما اي اما ريت اللي صارت عليه تو هذايا في ولاده مازال الولد عنده ثلاثة ايام في عمره معناتها مسلسل تصير عليه هو هذايا باهي اما راهو في الفو خايب هو باهي اما غالط برشا على خاطر نحن نعرفوا اللي هذا يا مسلسل مكتوب يعني ماهوش ماهوش تصوير دوكيومنتير على عرض النوبة هذا نعرفوه وقلناه معناتها وانت قلتوا والحلقات بيدها الحلقة الأولى والثانية تقول الشيء هذايا لكن وقت اللي غاضني أكثر كونه يعني استملاك الأشياء للفرد الواحد يعني المزود باش يولي كان عند فلان الفلاني النوبه باش تولي كان عند فلان الفلاني يعني باش ارجعوا لبن علي وكهو منطق هذايا هو معناتها الانا والواحد نتاعك معناتها بالحق ترجع في نفس العقليه نتاع يعني نتاع الحكم يعني اذا كان انا عملت كلمه نوبه أكهو نولي أنا نحكم في النوبة الكل وما يتعدى حتى شيء إلا بي أنا وراء أرى الناس الكل غالطة وإذا كان أنا مش موجود سنة باتسانس معناتها بالنسبة لي أنا سنة باتسانس تو كيما تو سمير العقربي ماهوش صغير معناتها بون داكورد باش قاعد يخدم على الروح وتوا باش يعمل شوية يعني شوية نوبة نتاع الكارتاج بلوس هذيا ولا حاجة معناتها هذيك زاد هكا نوبة 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 شو ولا سنة باتسانس معناتها أنا نتصور كونه خلينا الأساس ومشينا للقشور ومشينا الأشياء غير ممكن هذا هو خسارة واحد يكمل يخدم على روحه وهذا ما ينجم كان يخدم شوية تلافز وشوية إذاعات شوية صحف وشوية سبان إذا المشكلة هو في الاسم سليم النوبة على خاطر العمل موجود جوستومون سمير العقربي هذايا اللي صرح به في موزايكا فيما هو فما زاد النوبة في قرطاج بلوس وقت انا قدوة النجم انا هاني شاركت هذا في العمل قول لك حتى انا ذاك متاعي في سنة باتسانس هو ان نحب سامحني نحب نسأل عبد الحميد انت علي مشيت لسير فاضل الجزيري مثلا من الاول علي كان اختيارك الفاضل الجزيري مو سمير العقربي خاطره باش تاخذ البيرميسيون وسمير العقربي يقول انا مول العمل لا 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 هاو حتى بشهادة سي صالح فرزيد قبيله يعني تكلم قال مش صحيح نوبة ملك فاضل الجزيري يعني مش انا قلت وراه هذا انت تدخل تشوف في الانترنت القفاز الجزيري يقدم يعني هذا في شو معناها القفاز الجزيري يقدم يعني هو مولى العرض فهمتك دونك عبد الحميد خلينا نغادروا نحكيوا اكثر على العمل ضخم لقاء استحسين المشاهد بعد ثلاثة حلقات اي الحمد لله احنا ديغوني باش نحكيو على العمل ومثال زاد كان فما مالونتوندو خلينا نحكيو فيه زاد هذايا خدمتنا الاعلام عبد الحميد به دونك بعد ثلاثة حلقات احكي لي شنو احساسك نعرفك تحب ياسر خدمتك تخدم خدمتك برشا حب خاطر كنا حكينا على دشر نعرف كيفاش تخدم عبد الحميد دونك بعد ثلاثة حلقات راضي على العمل مبدئيا اي راضي على خاطر نعمل في انستالاسيون دو بيرسوناج دو مانيير تري سينماتوغرافيك ماشي بريتم صحيح اللي انا لازم شاك ايبيزود يفوت اللي قبله مش نعطي كل شيء من الاول وبعد ولي فارغ دونك سي كوم سا يعني فما ريتم في الكتيبه نتاعي كتبته كيف مع لون ميتراج طويل افيك لي زاكس نتاعو الكل مقسومين على 20 حلقه يعني جو سوي نعمل في اللي انا حبيت عليه يعني فهمت وان شاء الله يخلط اون تو لي كا اوني تري سانسيغ في الشيء اللي نعملوا فيه الممثلين التقنيين الكل ان شاء الله هذا الكل ويخلط الببليك يعني يشلق الببليك يعرف
يعني يعدي فيها عليه ولا عبد يحب يوصل له ويعطيه في حاجة بالحق. أنا عملت لها على فيدباك الحقيقة الناس كل يشكروا في النوبة عمل بوغ لو مومون معناتها حتى نشوف في لي كومونتير في لي ستاتيو العباد الكل قاعدين يتفرجوا في النوبة من السينما للتلفزة ما نصورش كان سهل عليك عبد الحميد حتى طرفة. اي بالطبيعه بون انا حاولت نقعد ديما سينياست في التيلي في طريقه التصوير في طريقه الاخراج كلها كانت دي مانيير تري سينماتوغرافيك ديكوباج كل عندي بكو كونسيكونس هذيك مون ستيل فهمتني وهذيك اصعب حاجه اللي انا نحاول نخلط لها اللي الناس تولي كي تتفرج في عمل تقول لك هذايا نتاع عبد الحميد مثلا تروفي سون امبرانت سون ايدنتيتي وهذاك وفرحان نقول لك علاش فرحان زيد فرحان على خاطر المسلسل ما ينجم يعملوا كان تونسي راه المسلسل ما ينجم يكون كان تونسي وهذه هي ليدنتيتي اللي انا ديما لازم نلقاها في اعمالي كل سيسكي مي ديفيرونسي انا من مخرج فرنساوي ولا امريكاني ولا روسي اللي ينجم يعمل كل شيء الا هذاك. معناتها هذايا اللي رجعني للحديث ويرجعني لحاجات سمعتها كون في المسلسلات اللي قاعده تعدى في رمضان ما فماش تونسه معناتها المسلسلات في الاخر ماهمش تونسيه. سي ان اوتر سي ري نوتر استيتيك اللي هي تنجم تكون في تونس تنجم تكون في امريكا معناتها في المسلسل القضيه هذيك ظاهر تقول انت مش تونسي معناتها اي مش ستيل اخر اللي هو لازم مهم ياسر موجود عندنا في الفيجيوي على خاطر فهمتك اي ما مش تونسي عبد الحميد شخصية بربح مثلك على زوج شخصيات شخصية برينجا والجلاس كيفاش خلقتهم؟ جلاس راهي عايزين كيك كتاب دهوجة ويقولوا جلاس برينجا هي من الشخصيات اللي انا اخترعتها وقتها من اللي كتبت سيناريو اللي هو كان السيناريو بتاع فيلم تخيلته هكاك يعني تخيلت عبد كبير بالشعر و بالحق كما تخيلت وانا في مخي يعني شيء حقيقي اكسبشنال مازلت وقيته حتى الصوت مش واضح برشا حبيب عبد الحميد كان تشوف بلاصه فيها ريزورت بدل البلاصه بخاطر الصوت مقطع تسمع فيا هكا هكا سافاي دونك تعود لي بربي خاطر انا بالحق ياسر اون فيت نحب نعرف برينجا منين جيت وسختو الكلاص والله برينجا جاي من برشا حاجات برينجا سي الفصاله اللي عندها ان كوتي اللي تنجم تحبوا فيه ما تعرفش علاش هذاك هو الفصاله اللي انا تخيلتها في مخي اللي مش شرير وساقط اكهو العبد اللي غرو بيبي الكبير اللي يبو اتر تري اغريسيف ما تقولش عليه نونورس برينجا هذاك هو بدنو سابقو بدنو سابقو البدن نتاعو يسبقو بالضبط هي فما شخصيه اسمها برينجو تشبه لذيه ولا انا غلط نعرف شكوني ما نعرفش الشخصية في الديساني مي يظهر لي اسمها برينجو تشبه هكا معناتها انجو اما هذيا برينجا معناتها ما عندها حتى علاقة بالشخصية هذيك ها عبد لا برينجا فما واحد ولد حي الغزالة نعيطوا له برينجا لقيتها من غزالة دوك برينجا جاينا من حي الغزالة فلا لا خير فوق صديق حبيت نعرف برينجا منين جاي شخصية أخرى لقات استحسان التوانسة هي كانت معانا هلا عياد وحكيت على دورها وسيلة شخصية جبدت العباد برشا شخصية جبدت برشا العبيد وهي اللي كانت تحكي معنا قالت عبد الحميد تخيل الشخصية اخترعها في خياله وطبقها كما تخيلها ماني اي حبيتها كيك عورة وكله تضرب باندية لكن هي اظلي مسلسل نتاعي هنقول لك باش بغيزومي شخصية الكل ما فماش حتى يوم خايب هكاهو ولا به بك كيما العبيد الكل دايخ جوستومون وي كيما احنا في الدنيا قلت لك كيما احنا في الدنيا فما حتى واحد خايب هكا هو ولا به هكا هو ليش عبد خايب ولا عبد به لازمك تعرفوا علاش هو هكاك هذاك هو المسلسل به كل شخصيه تعرف علاش ولات هكاك اخر سؤال عبد الحميد الاحصائيات يعني لك برشا في رمضان ونسب المشاهده لا انا لي كومونتير تاع العباد وغيكسيون في عشو هكا وكي نكلم الناس هذاك اهم حاجه بالنسبه لي فهمت بالنسبه لنسب المشاهده حتى في اخر الجدول معناه في اخر الاولويات سامحني ولا ما سمعتك قلت لك بالنسبه لنسب المشاهده عبد الحميد تعرف كي نقولوا رمضان واعمال المنتجين الكل والمخرجين الكل يمشوا ديريكتومون نسب المشاهده وحتى الكلاش نشوفوهم الكلهم على نسب المشاهده انت وين من هذا الكل تعنيك برشا نسب المشاهده بما انك دخلت في سباق رمضان يا عبد الحميد والله اخزر انا ما يعنينيش على ذاك انا راني ما نحبتش السباقات هذوما السباقات ما بين فنانين ما تجيش يعني ما تخلق حاجه غلطه ياسر اللي هي ما تنجوش بلو لا كاليتي دو لوغ تاخذ كل نوامر وما عادش يهمك في الكاليتي وشنو يعدي وكل سي با مون سوسي
وانا شاني نخدم فيها من الاول قالت لي راه مش هذا المهم، مهم نعطي حاجه بكاليتي وصحيحه وصادقه. دونك بالحق راني مش نقول فيه لغه خشبيه، اما كل تلزم تحب تدخل زاد فلوس في رمضان. خاصه ايها نقول خاصه اللي تو مثلا البارح وين شفت الارقام غريبه، يعني في تقولش عليهم فما زوز تونس تحكي على سيجما كونسي فما واحد في المراتب في مرتبه 13 يظهر لي يعني وفهم يعني مرتبه 13 يعني نشره جويه اكثر مني راه وفي ميديا سكان انا في المرتبه الثالثه. أيه انا هي تونس اللي فيهم انا نختار جوستوما واحد ما عادش فيه 13 ولا 3 انا تونس بتفاسون به هكا فهمتك. معناتها الاحصائيات بالنسبه ليك ما نجموش يكون مقياس لنجاح العمل، يقعد الجمهور هو الفيصل. انا ما ندخلش فيهم الحقيقه، ماهوش هاجس نتاعي انا، اكثر لي مشاكل كان نرى مشاهد في المسلسل نتاعي ماهوش واقعيين ولا غلطه ولا هذيك اهم حاجه بالنسبه لي. قبل ما نعلق عبد الحميد حاب نسالك على الاعمال الرمضانيه الاخرى، شنو هو العمل اللي شد انتباهك في شنو قاعد تتفرج؟ والله كل مره نتفرج في حاجه فما برشا، فما المايسترو ديال ياسر، فما قضيه 460، هذوما الزوز يتبع فيهم اسونسيلمون على الحقيقه. يعني اللي نتبع ونشوف شو قاعدين يعملوا وحاجه تشرف الحقيقه، خاطر صافي بليزيغ اون اتوندون شور يخلط زاد اللي اوزر. انا ما نجمش كنت نطيح خير من هكايا، راه مع مخرجين كبار مجدي سيري، مدي بعيد، الاسعد وسلاتي، سامي الفهري، يعني ما نجمش يكون خير من هكا. دونك من بعد سي با لو ميور كو لو ميور غاني، ما نحبش نقولها خاطر ماهيش مسابقه، ما ان شاء الله الببليك كله يمشي للمسلسل اللي يقرب له اكثر وكهو. عبد الحميد تحبش تقول لي العمل اللي تفرجت فيه درجين وبدلت ما نجمش تكمل؟ فما عمال ما تفرجتش فيهم جمله راه خاطر ما لقيتش وقت ولا خاطر ما يهمو اي خاطر ماهمش من جوي، فهمت؟ من قبل ماهمش جوي ما لي سيت يعني كوم نمشي ندخل شو اللي نبر وانا ما عينيش لي سيت كوم. اي لي سيت كوم فما انا يعني عجبني درنانا راهو بالحق سي تخيفا، مش خاطر كان يخدم معايا يعني. سي تخيفا سي حاجه جديده، سي استيتيكمون سي تري بو، فهمتني؟ ماهمش يتمريكو، فهمت؟ دونك نتبعه هو خاطر هكا يعجبني، ماهوش يعني اي سو برون با لا تيت، سي ليجي، في برشا كلام سبتيليتي في التكست، دو تري بون اكتور يعني. من بعد الاخر راهو الاخر كله شفناه نعرفوه يعني، فهمت؟ فهمتك نعرفوه. واضح. عبد الحميد شكرا لك وبرافو مره اخرى، بالتوفيق ان شاء الله. بوكو عايشك انا تسكتي معايا. يعيشك يا عبد الحميد، ان شاء الله رمضان مبروك مره اخرى. شكرا لك. دونك كاملين معكم في ليلة رمضان شويه خير سبورتيف ولا